السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. قبل ما نبدأ بس حابب اقول لكم ان احنا عندنا كلام كتير جدا عن رحيل احمد سيد زيزو، وكل الكلام ده يعني تصريحات اخبار متداولة، الكلام ده كله هيكون في الفقرة الثالثة ان شاء الله من الاخبار، وان شاء الله برضه هننزله منفصل بعد الفيديو، ممكن يكون على مثلا على المغرب او حاجه زي كده، يكون لامم كل التفاصيل بتاعت رحيل زيزو يعني او بقائه في الزمالك. لاعبي الزمالك الكبار والاساسيين ينتظمون غدا السبت في التدريبات الجماعيه للفريق استعدادا لكاس لوسيل المقرر له 9 سبتمبر في قطر امام الهلال. ينظم مسؤول الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية، بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة بقطر والتي سيكون أكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى. تلقى مسؤول نادي الزمالك تأكيدات شفهية من قبل مسؤول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بإقامة مباراة إليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 18 من سبتمبر الجاري بالكاميرون. وأوضح مصدر داخل الزمالك أن مسؤول النادي ينتظرون وصول الخطاب الرسمي من الاتحاد الإفريقي يفيد بموعد المباراة من أجل بدء الترتيب للسفر إلى الكاميرون استعدادا لخوض اللقاء. رضا عبد العال حازم إمام لاعب مميز وهو يعلم تقديري له، لكن فرصة مشاركته تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك صعبة في ظل قناعة الأخير بالتونسي حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى سيد عبد الله نيمار الذي يوجد في هذا المركز، خاصة في طريقة لعب 3-4-3 التي يعتمد عليها البرتغالي. عبد العال: الزمالك سيبرم العديد من الصفقات الجديدة، ولذلك بعض اللاعبين القدامى لن يكون لهم دورا واضحا، وعلى رأسهم يوسف أوباما الذي أنصحه بالخروج على سبيل الإعارة الموسم القادم حتى يستعيد مستواه المعود، وكذلك المدافع الشاب محمد طارق. يعقد أمير مرتضى جلسة مع البرتغالية فيريرا في الساعات القليلة المقبلة. تأتي هذه الجلسة لمناقشة ملف الراحلين عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل بدء تسويقهم، وفي نفس الوقت سيتناقش أمير مرتضى مع فيريرا على ترتيبات رحلة الزمالك إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها 9 سبتمبر المقبل. وسيتناقش أمير مرتضى وفيريرا أيضا في ملف الناشئين الذين سيتم إعارتهم في الموسم القادم. طلب فيريرا من جهازه المعاون سرعة تحضير تقرير فني عن جميع لاعبي الفريق المعارين للفرق المنافسة للحكم عليهم قبل بداية الموسم الحالي من أجل الحصول على خدمات البعض والاستغناء عن البعض الآخر، في ظل حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من جميع اللاعبين بلا استثناء. ومن المقرر أن يبحث فيريرا مع معاونيه أسماء اللاعبين المعارين ومستواهم الفني مع أنديتهم والمراكز التي تحتاج لتدعيم داخل الفريق من أجل الاستعانة بأفضلهم وقيده في القائمة. وكان الزمالك قد أعار محمود شبانة ومحمد عبد السلام للاتحاد السكندري وأسامة فيصل للبنك الأهلي ومروان حمدي وحمدي علاء لسموحة ومحمود جنش إلى فيوتشا. مرتضى منصور: بوبو لو انتقل للأهلي سوف أرحل عن رئاسة نادي الزمالك. مضيفا إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز لن ينتقل لصفوف الأهلي، اللاعب جدد عقده مع بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة. وأضاف بوبو وأحمد عاطف لن ينتقلا لصفوف الأهلي. ووجه مرتضى منصور رسالة إلى جمهور الزمالك قائلا: أنا في المطابخ دي كلها وعارف مين رايح ومين جاي، وانت ما تعرفش أنا بكلم مين وبقعد مع مين. وتابع: مع احترامي للجمهور انت ليك عندي نتيجة، ولكن مش ليك تتدخل في الصفقات، لأن لو افترضنا ان جمهور الزمالك 100 مليون في مصر وفي العالم العربي 250 مليون، لو احنا سألنا كل واحد رأيه أنا أمشي لأن المركب هتغرق، والمركب اللي ليها رئيسين بتغرق، طيب اللي ليها مليون. يعقد أيمن حفني جلسة مع مسؤول الزمالك خلال الأيام المقبلة. وتأتي جلسة أيمن حفني مع مسؤول الزمالك لحسم مصيره مع الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع النادي. وأكد مصدر بالزمالك أن هناك سيناريوهان لحسم مصير أيمن حفني مع النادي، الأول يتمثل في التجديد له لمدة موسم، والسيناريو الثاني يتمثل في عرض فكرة الاعتزال مع توليه منصب بقطاع الناشئين في الزمالك. دي أبرز الأخبار في ملف زيزو. يدرس مسؤول الزمالك العروض الخارجية التي انهالت على زيزو، ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه باستكمال تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية موسم 2024، مع الأخذ في الاعتبار في حالة وصول عرض أوروبي قوي فإن مجلس الإدارة سيقوم بدراسته جيدا. مرتضى منصور: لدينا عرض منذ شهر من الريان القطري لضم زيزو مقابل 5 ملايين دولار، مما يعادل 100 مليون جنيه مصري. ووصل حديثه وهذه كارثة اللجان، هناك بند في عقد زيزو
زيزو ينص على دفع 2.5 مليون دولار ومن ثم يرحل. وتابع: ولكن زيزو أبلغني وقت التتويج بلقب الدوري في لقاء الاتحاد السكندري في الملعب برغبته في البقاء مع الزمالك، وسأجعله يبقى في إسعاد الملايين أفضل من جلب الملايين. وأكمل: أطالب جماهير الزمالك بالهدوء، فهذا الضغط لن يجعلنا نستطيع العمل، واللجنة هي من وضعت الشرط الجزائي في تعاقده. فجر مصدر مقرب من زيزو بعض المفاجآت في ملف انتقال زيزو إلى صفوف فريق الريان القطري، وأكد المصدر أن الوسيط في مفاوضات زيزو مع الريان القطري هو النجم المغربي المهدي بن عطية، والذي أعلن اعتزاله في الموسم الماضي ويعمل حاليا كوكيل لاعبين. وشدد المصدر على أنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الريان القطري مع الزمالك وزيزو، والأمور لا زالت في مرحلة المفاوضات. وكشف المصدر عن مفاجأة كبيرة بالتأكيد على أن هناك عرض إماراتي وصل للاعب في الساعات الماضية وبقيمة مالية كبيرة من أحد أندية القمة هناك، والتي ترغب في حسم المفاوضات في أسرع وقت، خاصة وأن باب القيد سيتم غلقه في الإمارات بعد 72 ساعة. محمد شبانة لا صوت يعلو في مصر على صوت رحيل زيزو عن الزمالك. الجماهير الأهلوية أصبحت تنتظر رحيل زيزو عن الزمالك، سواء إلى الريان القطري أو نانت الفرنسي، وهذا أمر طبيعي إن يسعد الجماهير بإفقاد منافسه لاعب ضمن أفضل عناصره. محمد شبانة والد أحمد سيد زيزو أطلق تصريحا منذ أيام قليلة: أنتوا عاوزين تكرروا سيناريو رضا عبد العال ورحيله عن الزمالك وتفرطوا في أفضل لاعب بالدوري المصري وهداف الدوري. وأضاف شبانة: نصحت إدارة الزمالك بتجديد التعاقد مع زيزو منذ 15 يوم وقبل أن تنهال العروض عليه باعتباره أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم بلا منازع. شبانة والد زيزو صرح بأن إدارة الريان عرضت عليهم إرسال طائرة خاصة إلى مصر لنقل أحمد سيد زيزو لقطر من أجل إتمام التعاقد، وعلى الجهة الأخرى نادي الزمالك لم يحرك ساكنا، فهل تتحمل الإدارة رحيل أحمد سيد زيزو؟ وأتم شبانة متأكد أن إدارة الزمالك لا ترغب في التفريط في زيزو، لأن فيريرا سيحزن من رحيل بن شرقي وزيزو أجنحة الفريق وأفضل لاعبين، مما دفع جماهير الزمالك لإطلاق هاشتاج من الجمهور للإدارة: زيزو مش للبيع. كتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: زيزو على بعد خطوة من الريان القطري مقابل 5 ملايين دولار للزمالك. الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض، ويوجد شرط جزائي في عقد زيزو 2 مليون دولار، ولفتة طيبة من مسؤول الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة الإدارة. كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي المتخصص في سوق الانتقالات في تقرير صحفي عن إصرار بعض الأندية الفرنسية بالتعاقد مع نجم منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد سيد زيزو. ووفقا للموقع، فأن الجناح المصري أحمد سيد زيزو يحظى باهتمام كبير من عدة أندية في الدوري الفرنسي، وفي مقدمتهما نادي نانت الفرنسي الذي يضم بينه صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد. سيف زاهر الزمالك تحدث مع بعض حراس المرمى، وارد أن يكون حارس غزل المحلة في المفاوضات بالإضافة لعمر صلاح بترتيب معين حيث رؤية الزمالك، وليس لديه معلومة عن محمود عبد الرحيم جنش. سيف زاهر: الزمالك بحاجة لحارس مرمى، الأمور ليست واضحة، أعتقد أن محمود جاد هو من يقترب من هذا المركز بجانب تواجد حارس مرمى آخر. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر ليكم جدا على دعمكم.